مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من شبابيك. أثارت وزيرة التعليم العالي والبحث في فرنسا فريدريك فيدال جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والأكاديمية بعد إدلائها بتصريحات حول اليسار المتعاطف مع الإسلاميين وطلبها من المركز الوطني للبحث العلمي وضع قائمة بالأبحاث الجارية في فرنسا للتمييز بين ما يندرج في سياق البحث الأكاديمي وما يمت إلى النضال السياسي. أكثر من 600 من العاملين في التعليم العالي طالبوا فيدال بالاستقالة متهمين إياها بالتلويح بقمع فكري. اليسار الإسلامي والجدل الذي يثيره في فرنسا موضوع نقاشنا الرئيس لليوم. في شباك الفنون نزور مدينة أور الأثرية في العراق ونتعرف إلى زقورة أور وهي واحدة من أقدم أفكار البناء في العالم. وفي شباك الدنيا افتتاح أول متجر للحوم النباتية في تركيا. هذه الوقفات وغيرها الكثير في شبابيك لليوم، فابقوا معنا. نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. حيث بدأت الحمم البركانية بالتدفق من قمة جبل مونت ميرابي. هنا في مدينة الحديدة اليمنية يتم توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين. وهذه قاعة سيتي هول في العاصمة النرويجية أوسلو التي تشهد سنويا الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل. ها هي اليوم تتحول إلى مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا. وآخر مختاراتنا من حديقة جاردان دو لوكسمبور في باريس، حيث حفز الطقس المعتدل سكان العاصمة الفرنسية للتفسح في الأماكن العامة. الآن إلى أبرز أخبار كورونا. دشنت أفغانستان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وبدأت الكوادر الطبية بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وكان نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني هندي الصنع قد وصل إلى أفغانستان من الهند قبل نحو أسبوعين، ويتوقع أن تحصل على الجرعة الأولى من اللقاح كذلك العناصر الأمنية بالإضافة إلى موظفي القطاع العام والإعلاميين. وتشير أرقام الحكومة الأفغانية إلى تسجيل 55 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها نحو 2500 وفاة. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا بالمفجع بعدما تخطت الوفيات حاجز نصف مليون حالة. وأشار بايدن إلى أن هذا العدد من الضحايا يتخطى عدد القتلى الأمريكيين الذين قضوا خلال الحربين العالميتين وحرب فيتنام. Each day I receive a small card in my pocket. كل يوم أستلم بطاقة صغيرة في جيبي تظهر عدد الأمريكيين الذين تأثروا أو ماتوا بسبب كوفيد-19. اليوم 500 ألف وفاة، الرقم مفجع جدا. عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في عام واحد بسبب هذا الوباء يفوق عدد الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب فيتنام. عدد الأرواح التي فقدت بسبب هذا الفيروس أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض. World War I, World War II, and the Vietnam War combined.
يحذر العلماء والأطباء في جميع أنحاء العالم من طفرات فيروس كوفيد 19 التي قد تتغلب على أي حماية توفرها اللقاحات الجديدة. المزيد عن هذه السلالات الجديدة التي ظهرت مؤخرا في عدد من البلدان ومدى إمكانية القضاء عليها في التقرير التالي. قد لا تكون للفيروسات قدرة على التفكير، لكنها تتأقلم مع محيطها لتحافظ على بقائها. لا تستطيع أن تحيا بمفردها، لكنها تنتشر بإصابة الناس. يستولي الفيروس على خلية ويخترقها لنسخ نفسه. أثناء قيامه بذلك غالباً ما يرتكب أخطاء. التغييرات الطفيفة في الشفرة الجينية تسمى طفرات، وليس لغالبية الطفرات أو النسخ المتحورة أي أثر ولا معنى لها، لكن بعضها قد يمنح الفيروس فاعلية أكبر وقدرة إضافية على الحياة والنجاة والعدوى. يتعين على الباحثين فرز الطفرات المهمة التي تجعل الفيروسات أقوى. مع المتغيرات من السلالات الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، يصبح تحول الفيروسات أمراً مقلقاً للعلماء والأطباء. فكل إصابة جديدة تمنح الفيروس فرصة للتحور، وفي كل الأحوال حين نخفض عدد الإصابات نقيد مجال تحرك الفيروس، وبالتالي نحد من احتمالات حصول تحولات فيه. والطريقة المثلى لمنع المزيد من الطفرات هي منع حالات الإصابة الجديدة. أثارت وزيرة التعليم العالي والبحث في فرنسا فريدريك فيدال موجة انتقادات من قبل سياسيين وأكاديميين ورؤساء الجامعات بعد تحذيرها من انتشار ما يسمى باليسار الإسلامي في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية. كما طالبت فيدال المركز الوطني للبحث العلمي بوضع قائمة بالأبحاث الجارية في فرنسا للتمييز بين ما يندرج في سياق البحث الأكاديمي وما يمت إلى النضال السياسي. مصطلح اليسار الإسلامي غالبا ما يستخدم في فرنسا من قبل سياسيي اليمين المتطرف لمهاجمة خصومهم اليساريين الذين يتهمونهم بالتغاضي عن مخاطر التطرف والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية. قبل تصريحها بأن اليسار الإسلامي ينخر المؤسسات التعليمية الفرنسية وخاصة الجامعات، لم يكن أحد يعرف من هي فريدريك فيدال وزيرة التعليم العالي. تصريح فيدال أحدث ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والأكاديمية، دفعت 800 مدرس وباحث لمطالبتها بالاستقالة، متهمين إياها بمحاولة تأسيس شرطة فكرية. تقاليد الجامعات تعمل على حل مشاكلها داخل الجسم الأكاديمي من خلال تلاقي الأفكار، لكنها المرة الأولى التي تطلب فيها ثلة من الأكاديميين تدخل السلطة السياسية لوقف التعدي على الجامعة. فيدال التي اعتبرت أن هذا التحرك ضدها بمثابة محكمة نوايا، كانت قد طلبت من المركز الوطني للبحث العلمي تقييم جميع البحوث الجامعية للتمييز بين ما هو أكاديمي وما هو نشاط سياسي. المركز أعلن استعداده لتنفيذ التقييم الذي طلبته الوزيرة. كلها يعني مؤشرات على أن الحملة الانتخابية بدأت، ولكن باستعمال ورقة الإسلاميين وخاصة السلفيين. نواب يساريون تمنوا لو أن الوزيرة تركز أكثر على وضع الطلاب خلال جائحة كورونا بدل هذه السجلات لأغراض سياسية. وضعنا كطلاب صعب جدا في ظل الأزمة الصحية على كافة المستويات. الطلاب ينتظرون ساعات للحصول على واجبات مجانية. ماكرون لم يعلق على تصريحات فيدال، لكنها لاقت دعما من وزيري الداخلية والتربية، بينما انتقدها وزراء آخرون.
وطلبوها بالكف عن فتح باب الجدل السياسي قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية. أوساط أكاديمية مرموقة رأت بأن مصطلح اليسار الإسلامي نابع من دوائر اليمين المتطرف ويذكر الفرنسيين بشعارات القرن العشرين ويمثل عزلا وإقصاء عن الوصول إلى العمل والثقافة والتعليم، وهذا ما يمثل بحسبها فشل السياسات العامة طيلة نصف قرن. محمد الحجي العربي، باريس. ونرحب معنا من باريس بخلدون النبواني وهو أستاذ محاضر في جامعة السوربون. أهلا وسهلا بك معنا سيد خلدون. يعني قبل بدء هذا النقاش معك أريد أن أشدد على ضرورة حصر هذا الموضوع في إطاره وسياقه، يعني لا نضخم وأيضا لا نتجاهل الدلالات، لأنه كم الانتقادات التي أعقبت تصريح الوزيرة فيدال يؤكد بما لا يدعو للشك أنه لا يمثل موقف رسمي على المستوى الفرنسي ولا موقف أغلبية. لكن بداية بمفهومك، ما هو اليسار الإسلامي؟ طبعا اليسار الإسلامي كما أوضح العديد من أساتذة الجامعة، رؤساء الجامعات والباحثين وطلبة الدكتوراه في اعتراضات مهمة وبعضها نشر في الصحافة الفرنسية، أن هذا المصطلح ضبابي ليس علمي وإنما هو مصطلح سياسي يتم فرضه على الوسط الجامعي والبحث الجامعي، وهو إذن أمر لا يليق لا بالجامعات ولا بحرية البحث الفكري والعلمي الذي متعارف عليه في فرنسا. وبالتالي هناك نقد كبير، شخصيا لا أبالغ بمعنى لا أقول أشياء أكثر مما تستحق ولا يعني أقلل من أهميتها، ولكن خطير ما حصل بهذا التصريح، وهو ليس الأول. هناك تصريح آخر أيضا كان منذ أسابيع بأن الجامعات الفرنسية هي نهب اليوم لأفكار قادمة من الجامعات الأمريكية، وهي تتشابه وتتقاطع بالكثير من الأمور مع فكرة اليسار الإسلاموي. وإذن الموضوع ليس جديد، لكن ما فعلته الوزيرة اعتبر بنظر الكثير من القائمين على الجامعات وكرؤساء الجامعات والأساتذة الجامعيين والطلاب. نعم. هناك عريضة وقع عليها أكثر من 14 ألف صوت لليوم. الوزيرة تحاول اليوم، مثلا البارحة كانت على قناة RTL وتريد طي الصفحة لأنها تعرضت بشكل كبير. اليوم أيضا كانت في بواتيه وهي تقول أنها حزينة لما حصل وأن ما يهمها مصير الطلاب، في حين أن هذا الجدل الذي أثير بنظري له غايتين أو غايتان اثنتان. الأولى هي صرف نظر يعني الطلاب والرأي العام الفرنسي عما يحصل في الجامعات من تردي الأوضاع، من وضع مزري للطلاب، ومن ناحية أخرى لأن كما جاء في تقريركم ووافق على ذلك أن هذا المصطلح القديم الذي كان قد بدأه أحد الباحثين في فرنسا منذ عام 2000 والذي تم استعادته ما قبل فريدريك فيدال، تم استعادته بشكل أساسي منذ سنوات أظن 2017 على لسان إيمانويل فالس الذي كان رئيس وزراء فرنسا آنذاك، وقبلها حتى وزير التربية الذي ساندها الآن جان ميشيل بلانكي كان قد نعت مؤسسة التعليم بأنها منخورة أيضا بالإسلام اليساروي. وأيضا طبعا هناك الآن وزير الداخلية الذي يبدو ملكيا أكثر من الملك أيضا هو من ساندها في جميع الأحوال. نعم. يبدو أن هذا المصطلح بات يستخدم جزافا، وفي كل مرة يفجر هذا الجدل العقيم في فرنسا، حتى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذات مرة اتهم بأنه يعني يتبنى خطاب إسلامي يساري. إذا كان هذا المصطلح اليسار الإسلامي أحب على قلب اليمين المتطرف، بالتالي إلى مدى يمكن القول أنه أو أنه نجح في الترويج له وإثارة كل هذا اللغط حوله؟
يعني أظن أن ماكرون ليس ببعيد بشكل كبير عن هذه اللعبة الانتخابية التي يعني يتم الدفع بها عبر عدة يعني ميادين، ليس أولها ميدان التعليم العالي أو حتى التعليم التربية والتعليم. وزارة كما ذكرت كان جان ميشيل بلانكي وهو وزير التعليم قد وافق على هذا التصريح واستخدمه. إذا وزير الداخلية أيضا بمجادلته أو بالنقاش ذلك المناظرة التلفزيونية مع زعيمة اليمين المتطرف لوبين مارين لوبين كان ملكي أكثر من الملك، يريدون حصد أصوات اليمين المتطرف. المعركة الانتخابية اقتربت، ابتدأت بشكل غير رسمي لكنها ابتدأت، يعرفون أن اليمين المتطرف يتنامى بشكل كبير في فرنسا. سيد خلدون، من هم المستهدفون من هذا التنميط؟ نعم، هي مكارثية جديدة. هذه وزيرة التعليم القادمة من ميادين البحث العلمي الدقيق، الكيمياء والكيمياء الحيوية والجينية، والتي لا تعرف على ما يبدو بشكل واضح شيء الكثير عن العلوم الإنسانية، تريد يعني محاصرة، هي مكارثية جديدة، محاصرة الباحثين الأحرار. المنتقد بشكل أساسي والتي مستهدف بشكل أساسي هي الدراسات ما بعد الكولونيالية التي تريد إعادة البحث في الماضي الاستعماري لفرنسا وغيرها. وبالتالي هذا الحس اليميني المتطرف، هذا الصوت المحافظ جدا الذي يخنق الحريات الأكاديمية، يبدو أنه وقع في شر أعماله. لا زالت لحسن الحظ الديمقراطية موجودة في فرنسا، لا زال هناك استقلال للجامعات والطلاب، وأظن أن الأصوات المطالبة باستقالتها قد أضعفتها كثيرا. وإذا استمر الأمر على ما هي عليه أظن أنها قد يضحى بها. السيد خلدون، والبعض فسر تصريحات فريدريك فيدال على أنها تريد أن تحقق مع الأكاديميين، في حين أنها طالبت بإجراء دراسة ووضع قائمة بمجمل الأبحاث الجارية في فرنسا للتمييز بين ما يندرج في سياق البحث الأكاديمي وبين ما يمت إلى النضال السياسي. يعني فقط هنا ليس للأمر علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالتحقيق مع الأكاديميين أو الجامعيين، لكن إلى أي مدى يعد هذا وكأنه صحيح بداية فرض رقابة على الأفكار أو ما يوصف بشرطة الأفكار؟ كما ذكرت ليست هي المرة الأولى، يبدو أن هناك محاولة افتعال معارك مصطنعة في الوسط الأكاديمي مؤخرا فقط. إذا هذا جدل حول اليسار الإسلاموي، وهناك أيضا الأفكار التي تبحث في الجنس والعرق والأبحاث ما بعد الكولونيالية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي نفسه إيمانويل ماكرون بوصفها أفكار مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من الجامعات الأمريكية، بينما هي أفكار فرنسية بالأصل كانت قد ذهبت مع ميشيل فوكو وجاك ديريدا واليوتار، ما يسمى بفرنش ثيوري. كل ذلك إذن هو أساسي وبالعكس من أهم ما قدمته الأفكار الفرنسية، يتم محاصرتها. ليست هي المرة الأولى، أيضا ما بعد حركة 68 طلابية كان هناك وزير التعليم عالي حاصرت الفكر اليساري وقامت بهدم جامعة فانسان اليسارية آنذاك، وحتى أبعدت أهم رموز ومفكرين الفلسفة والمفكرين الفرنسيين عن الجامعات. الآن الأمر يتم استعادته إذن بهذا الشكل، ولكن كما ذكرتي نعم هي طالبت بتحقيق علمي، ولكن حتى سينغاس يعني هو المركز الوطني للأبحاث الذي وافق على إجراء هذا البحث كان قد وجه نقدا لاذعا منذ أن طالبته بذلك، وثم في اجتماع رؤساء الجامعات رفضوا مثل هذا التصرف. هو استنكار يعني أكاديمي لدى باحثي الجامعات، هو استنكار أكاديمي على مختلف الجهات، يعني اعتبروا أن هذا المطلب غير منطقي بتاتا. وأمام ذلك، هل تعتقد أنه الجاليات المسلمة مدعوة لاتخاذ موقف أو خطوات ما، أم أنه الأمر ليس بضرورة خاصة لأن هذا الوسط الأكاديمي أصدر موقف حازم اليوم؟ لا أظن، يعني على المواطنين المسلمين في فرنسا أن يتعاملوا كمواطنين وليس كأقلية مضطهدة. هذا الإحساس يعني سواء في المجتمع، صحيح أن هناك قوانين تطال المؤسسات الإسلامية، ولكن يعني بشكل أو بآخر ليس هناك
استهداف حقيقي لمسلمي في فرنسا. هناك ما أسميه بالكاثوليكية المكبوتة، نعم محاربة بعض الأديان بشكل أو بآخر، ولكن ليست الجامعات، ليس صحيحا أن الجامعات تنخر من قبل الفكر اليساروي الإسلاموي، أبدا ليس صحيحا هذا الكلام. ولو كان هناك ردة فعل لدى مثقفين ومفكرين وأساتذة الجامعات في الجامعات لبدا ذلك بتأكيد مثل هذه التهمة الباطلة بأن هناك إسلام يتحرك أو يعني توجهات إسلاموية تتحرك داخل الجامعة لها توجهات سياسية وأهداف سياسية. هذا الكلام غير صحيح، وهذا ما رد عليه الجميع مسلمون وغير مسلمون من أساتذة جامعيين وباحثين وطلاب دكتوراه وغيرهم. وبالتالي لا أعتقد أنه من المناسب أن يكون هناك رد باسم دين معين، بل أن الرد كان أكاديميا ويجب تأكيده. هذا المصطلح ليس أكاديمي، لا يتعلق بالبحث العلمي، وإنما هو مصطلح سياسي يراد فرضه على الجامعة. مثل هذه التوجهات يمكن أن تخنق البحث الأكاديمي الذي لا يمكن أن يقوم ويتحرر وأن يزدهر دون حرية البحث بشكل أساسي. دون ذلك سيكون هناك مكارثية ودولة أمنية، دولة يعني بوليس في الجامعات، وهذا ما يرفضه لحسن الحظ معظم الأكاديميين. لا شك أن هناك أصوات أكاديمية دعمت فريدريك فيدال، ولكنها تظل قليلة قياسا بهذا الكم الكبير من الأصوات المعارضة له. شكرا جزيلا لك من باريس أستاذ خلدون النبواني، الأستاذ المحاضر في جامعة السوربون. في شباك هاشتاغ لليوم نرصد أبرز مشاغل السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع نزار البقداوي مراسلنا في الخرطوم. أهلا وسهلا بك معنا نزار. نبدأ بموضوعنا الأول وهو توحيد سعر صرف العملة، فكيف جاءت ردود الفعل على ذلك؟ مساء الخير نادين. بالتأكيد يعني قبل يومين فاجأت الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية السودانيين والأوساط الاقتصادية والسياسية، وأعلنت مباشرة عن توحيد سعر صرف العملة السودانية في مسعى على ما يبدو للقضاء على السوق الموازي الذي أثر على الاقتصاد بمختلف المستويات. أيضا تحاول الحكومة عبر هذه الخطوة كما تقول بأنها تحاول أن تستدعي عائدات المغتربين التي كانت تمضي نحو السوق الموازي، وبالتالي أيضا تشجع من الاستثمارات الأجنبية بعد أن تم رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، ورفع السودان بطبيعة الحال عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا الأمر وجد تجاوبا ووجد تفاعلا كثيرا ما بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة. نبدأ بمن تفاعلوا، ومنهم محمد هاشم الذي يقول عبر هذه التدوينة: تعويم سعر الصرف في ظل الفجوة بين الإيرادات والتصدير يعني الانتقال من مرحلة تمزيق اللحم إلى مرحلة طحن العظم. هذه مشاركة. هنالك أيضا مشاركة من محمد أو عباس محمد الذي يفصل ويقول: من منظور اقتصادي المريض يحتاج إلى جراحة، لا يمكن أن يعيش على المسكنات والبنادول. توحيد سعر الصرف أي تعويم الجنيه السوداني سيكون قاسيا مرحليا، لكنه سيكون شافي على المدى البعيد. نمضي أيضا إلى ردود الفعل حول هذه الخطوة الاقتصادية التي وصفت أيضا بالشجاعة والجريئة. البراء يقول: بخصوص تعويم الجنيه، برغم دعم الكامل لعملية تعويم الجنيه ورفع الدعم، لكني متخوف لعدة أسباب. القرار غير مدروس وستكون له تبعات خطيرة جدا. لا توجد خطة مدروسة لاحتواء فترة انفلات سعر الصرف. ثانيا، لا يوجد مخزون احتياطي من العملات الصعبة لتجنب السقوط الحر للجنيه بعد تعويمه. أيضا من الإفادات راشد نبأ الصحفي والإعلام السوداني، جاءت إفاداته أيضا في شكل مطالبات. يقول: نحتاج توضيح من قبل وزارة المالية والبنك المركزي عن أول 48 ساعة من عملية التعويم، عن كمية النقد الأجنبي الذي تم ضخه في القنوات الرسمية. نختم في هذا المحور ب تغريدة السنوسي الذي يقول فيما يرى
بأن تعويم الجنيه السوداني قد يغير من مسار الاقتصاد السوداني إذا تم دعم الانتاج المحلي وإعادة تشغيل المصانع من غزل ونسيج ومحاصيل وغلال وتطوير حركة النقل البري والبحري. بالتأكيد نادين يعني هذه آخر تغريدة في هذا الموضوع، وما أشار إليه السنوسي بما يتعلق بالنقل والمطارات هي من أكثر دواعم الاقتصاد التي تأثرت إبان فترة الحظر الأمريكي للسودان. هذا هو المحور الأول من هاشتاغ. والمحور الثاني الذكرى 9 لوفاة الفنان محمد عثمان وردي التي يلقب بفنان أفريقيا الأول وأيضا بصوت السودان الثائر، فكيف جاءت التعليقات اليوم على هذا الموضوع؟ بالتأكيد هذا الرحيل كان يوصف بأنه رحيل مر لمحمد عثمان وردي، واحد من أكبر الفنانين السودانيين شهرة ومن عمالقة الفن في إفريقيا. هذه الذكرى بدأ المغرد محمد يوسف ليذكر السودانيين والعالم العربي بجمال صوت الراحل محمد عثمان وردي، ويذكر في هذه الذكرى 9 بهذا المقطع الذي نستمع إليه ومن ثم نتابع حول ردود الفعل. شفتك شعرت الرعشة وشوف راسي لك رعيل، ومن الساعة ديك السمحة ولع فيني جمر الغيب، كتمت الريد ما شافوك هذا الحي. نعم هذا هو محمد وردي، أغنية الراحل محمد علي أبو قطاطي، هي من الأغاني المشهورة جدا للشاعر محمد علي أبو قطاطي. محمد نور أيضا مضى في ذات المنوال يذكر بهذه الذكرى الحزينة، يقول وردي عندما يغني صوته اللؤلؤي يغنيك ويشكلك كمنشور زجاجي لتبدو صقيلا وصافيا وناصعا ومتضحا، ومن ثم من أي وجه عبرك يصنع منك ألوانا طيفية على وجهك الآخر لتبدو سحبا وهواء وقوس قزح. يقول محمد نور هذا الكلام، ويضيف إليه مهند الخير يقول مرور 9 أعوام على ذكرى رحيل فنان إفريقيا الأول محمد وردي، وصوته وأغنياته ما زالت تؤكد حضوره كأغنية القمر بوبا، وهي واحدة من أشهر الأغنيات الشعبية التي تغنى بها الراحل محمد وردي. تحت مسمى وعنوان الفرعون محمد وردي جاءت هذه التدوينة لتقول ويذكر بإحدى أجمل أغنيات محمد وردي التي صاغها شعرنا الدبلوماسي والأديب السوداني الراحل صلاح أحمد إبراهيم، التي كانت تنظم وتحيي الوطن من على شرفات الغربة، وهي أغنية الطير المهاجر. نختم بعادل جلال الذي ختم وقال في هذه التدوينة وهذه التغريدة: تمر علينا ذكرى وفاة عبقري الرواية العربية الطيب صالح وفنان إفريقي الأول محمد عثمان وردي، عاش كل منهما 80 عاما أنتجا لنا فيهما إبداعا متفردا من نوعه. نادين يعني الطيب صالح الروائي السوداني والعربي الراحل توفى في ذات الشهر شهر فبراير من العام 2009، وأيضا محمد عثمان وردي توفي في هذا الشهر من العام 2012، ليشكل أنموذجا رائعا للإبداع الغنائي والأدبي في السودان والوطن العربي. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في الخرطوم نزار البقداوي. شبابيك متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفصل. زقورة أور في العراق واحدة من أقدم أفكار البناء في العالم. أول محل لبيع اللحوم النباتية في تركيا، نطلع على منتجاته في شباك الدنيا. نشطاء في المجتمع المدني يطلقون مبادرة لترميم أثاث المدارس في مدينة حضرموت اليمنية. أهلا
بكم من جديد. تعد زقورة أور من أقدم المعابد العراقية، تقع على بعد نحو 40 كيلومترا غربي مدينة الناصرية في محافظة ذقار. كلمة الزقورة تعني المكان المرتفع، والعراق يضم 28 زقورة، أقدمها وأشهرها زقورة أور الواقعة داخل مدينة أور الأثرية. تشكل هذه المدينة محط اهتمام سياحي وثقافي وتاريخي كبير، ويعتقد أنها موطن النبي إبراهيم الخليل عليه السلام. الزقورة عند السومريين درج صاعد إلى السماء. زقورة أور التابعة لمحافظة ذقار العراقية على لائحة التراث العالمي منذ 2016، لأنها أقدم معابد بلاد الرافدين، بل وأقدم من الأهرامات المصرية وأهرامات بيرو والأنكا في المكسيك. معظم المعالم اللي دا تلاحظوها من الزقورة والمقبرة الملكية وقصر شولقي، معبد دبلال ماخ، مجموعة بيوت سكنية من إيس اللاسن ومن ضمنها بيت النبي إبراهيم، كل هذه هي من ترقيبات العالم البريطاني بال 1922-24. الحفريات عثرت على منطقة سكنية تعود إلى فترة إيسين لارسا خلال الفترة البابلية القديمة حوالي 1900 قبل الميلاد، وهي الفترة التي عاش فيها النبي إبراهيم عليه السلام في أور، ما جعل المؤمنين من جميع الأديان يحجون إليها. جانب الرمزي شنو؟ إنه إبراهيم مثلا أول شيء موحد، مصح؟ يعني يجمع اليهود والمسلمين والمسيحيين. ثاني شيء إبراهيم مذكور في التوراة وفي الكتاب المقدس، لأن التوراة هي جزء من الكتاب المقدس، وأيضا في القرآن الكريم. القيمة الدينية لأبي الأنبياء إبراهيم دفعت بابا الفاتيكان فرانسيس لإقامة صلاة في موقع أور القديم في بلاد ما بين النهرين في زيارته المقررة للعراق الأسبوع المقبل. حدث يأمل علماء الآثار المحليون أن يجذب الانتباه مجدداً إلى المكان. نعول على زيارة البابا بأنه سوف تقوم بزيادة السواح لمدينة أور تحديداً، ليس لغرض السياحة فقط، وإنما هو نعتقد أنه سوف يكون هو موسم حجيج للمسيح. مدينة أور كانت تحظى بشعبية بين الزوار الغربيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لكن بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار السياسي وتحطم صناعة السياحة الدولية في العراق، ثم فيروس كورونا الذي أبعد حتى السياح المحليين، ستكون زيارة البابا حدثاً لإنعاش المنطقة. راح تكون ساعة كاملة من اللقاء بجانب بيت إبراهيم، ويتضمن طبعا تراتيل بسيطة لفترة قصيرة، ثم خبرات تستمني عديد من الخبرات، 5 أو 6 خبرات، ثم بعد ذلك كلمة لقداسة البابا، إضافة إلى صلاة صلاة أبينا إبراهيم في هذا المكان المقدس اللي كلنا راح نصلي، مثلا راح يصلي الصابئي والمسلم والمسيحي، وإذا أكو أيضا جاي أيزيدي. صلاة أبناء وبنات إبراهيم، هكذا أطلق الفاتيكان عليها بهدف تشجيع التعايش والانسجام بين الأديان والطوائف. واستعداداً للزيارة المرتقبة، يجري تجديد الطرق وتمديد خطوط الكهرباء حول الموقع، كما حدث عندما أعلن البابا يوحنا بولس الثاني عن رحلة للعراق عام 1999 قبل أن تلغى لأسباب سياسية.
وينضم إلينا من بغداد الدكتور علي النشمي وهو باحث في الأثار. أهلا وسهلا بك معنا دكتور علي. إذن زقورة أور من أقدم مدرجات العراق والعالم، تعود يعني إلى القرن 21 قبل الميلاد، وهي بالتالي كذلك من أقدم أفكار البناء وتتألف من ثلاث طبقات، وكان لرقم ثلاثة دلالات مقدسة في العراق القديم. لو تخبرنا أكثر عن هذه الميزة المعمارية العراقية. طبعا زقورة أور واحدة من الزقورات لدينا في العراق، زقورات ثلاثية وخماسية وسباعية. زقورة أور هي كانت من الزقورات الثلاثية، أي أنها مصطبة على مصطبة على مصطبة. وزقورة هي كلمة سومرية قديمة، حتى الأكاديين استخدموها والبابليين نفس الشيء. وهذه كانت تتكون من مصطبات الواحدة فوق الأخرى، وبعد ذلك يكون هنالك المعبد للإله سن، إله القمر الذي كان يعبد في أور. أور كانت في تلك الفترة على البحر، يعني على الخليج العربي. الآن تبعد مئات الكيلومترات عن الخليج العربي بسبب طمي دجلة والفرات. دجلة والفرات كانا يصبان في هنا مباشرة، يعني دون أن يلتقيا في القرنة في البصرة، وبعد ذلك كونوا شط العرب. هذه المدينة كانت لها شأو كبير جدا في التجارة وغيرها، لأن كانت تقع على الخليج، وبالتالي أصبحت مركزا تجاريا عظيما جدا. هذه كانت مركزا سومريا كبيرا جدا، وبعد ذلك طبعا سقط السومريون، وبعد ذلك عاد سلالة أور الثالثة بعد أن جاء الأكديون وأسقطوا السيطرة، وبعد ذلك عادت سلالة أور الثالثة بقيادة أورنمو. أورنمو هو رجل كان قائد للجيش، قائد فرقة عسكرية، ثم بعد ذلك بسبب الهزائم قاد وعاد وعمل انقلاب تقريبا 2150 قبل الميلاد، أول انقلاب في التاريخ. تصور أنه دائما العراق أول انقلاب، أول انقلاب في التاريخ قبل 4-5000 سنة، وأول انقلاب في الوطن العربي 1936 وهكذا. هذا الرجل أورنمو حاول أن تسمى سلالة أور الثالثة، لأن يعني كانت هناك سلالة أور الأولى وسلالة أور الثانية، وبعد ذلك جاءت سلالة أور الثالثة. الرقم ثلاثة، لماذا رقم ثلاثة؟ العراقيون القدماء يعدون رقم ثلاثة مقدسا. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء ثلاثي في الطبيعة، كل شيء إما واحد أو ثنائي، شمس وقمر، اثنين اثنين عينين، أنف واحد، اثنين اثنين، رأس واحدة، قدمين، يدي، كل شيء ثنائي أو أحادي. ثلاثية، الحالة الثلاثية لا توجد، فلذلك عدوها رقما إلهيا، وعدوها، ولذلك التراتيل الثلاث، الصلوات الثلاث، الأشياء الثلاث، التكبيرات الثلاث، حتى أخذتها الأديان الأخرى، فكان رقما مقدسا لأنه لم يكن موجودا في الطبيعة. على كل يعني في الكثير من الحضارات لرقم ثلاثة دلالات مهمة جدا. مدينة أور بما فيها الزقورة أدرجت على لائحة التراث العالمي عام 2016، واليونسكو تشرف اليوم على المدينة، ويبدو أن هناك عمليات صيانة أجريت على أحد المعابد من قبل بعثة إيطالية. هل هناك أعمال صيانة وترميم أخرى متوقعة؟ لا طبعا هنالك فرق. أنا قريب من هذا. البعثة الإيطالية ليست لها علاقة بالصيانة، لا توجد صيانة في الزقورة. البعثة الإيطالية إحدى الجامعات الإيطالية، هي من جامعات بولونيا. وهذه جاءت منذ سنوات قبل هذا، وتقوم بالتنقيب في المقبرة الملكية، وأيضا في الصيانة. الآن لا توجد صيانة لأنه تقريبا هي مستقرة، لكن الآن مطالب اليونسكو بعد 2016 عندما دخلت أور إلى لائحة العالمية للتراث، طلبوا تبليط الشارع وإزالة أشياء معينة، إزالة البيوت والمستنقعات وغيرها، وأيضا التشجير وغيرها. وبالتالي هذه الآن تجري الآن بشكل وسط، لكن الأهم هو في أور ليس فقط الزقورة. الزقورة بناء قائم، ولكن العظمة هي في مدينة أور وفي المقبرة. تتصوري هنالك تصريف
لتصريف المياه تعد من اعقد الطرق لتصريف المياه وموجوده الان في اور لحد الان يعني بالقرب من الزقوره، وايضا الاهم هو بيت ابراهيم عليه السلام، وهذا ما اكتشفه وهو العالم الاثري ويلي. نعم. رغم انه تعرض معه مالوم. نعم. وإلى عفوا على المقاطعة لأنه يداهمنا الوقت، ولكن يجب أن أسألك هذا السؤال. إلى هناك إلى أور يتوجه البابا فرانسيس الأسبوع المقبل، هذه المحطة لها دلالات وأهمية كبرى، ما الذي يؤمل منها؟ لا طبعا هي لها دلالات كبيرة جدا هذه الزيارة. أولا تؤكد على موقع العراق الحياتي والحضاري والتاريخي، هذا الموقع الذي أهمل كثيرا. ثانيا هو أنه البابا فرانسيس يريد أن يعطي لهذا البلد المهمل والذي تكال حوله كثيرا من المشاكل، وبالتالي أيضا وأيضا هي زيارة العراق لها بعد آخر، لأنه البابا فرانسيس كان قد زار دبي ووقعت وثيقة العهد الإسلامي الإنساني التي شاركت أنا فيها في دبي قبل سنتين مع شيخ الأزهر، وعدت هي التوقيع بين المسيحيين والسنة، ولذلك هو يريد يوقع الآن مع الشيعة وزيارته لعلي السيستاني، وبالتالي لها دلالات كثيرة جدا، وأيضا تؤكد على الجانب الروحي لهذه المدينة، وأيضا لا يوحدنا إلا أبو الأنبياء الثلاث وهو إبراهيم، فذلك أيضا هي دعوة وخطوة نحو تقارب الأديان، فكانت فكرة موفقة جدا. نعم، شكرا جزيلا لك، يعني معلومات قيمة جدا أمتعتنا بها. الباحث العراقي في الآثار علي النشمي من بغداد. ليمونيتا فيجن كساب هي شركة افتتحت في تركيا في أواخر العام الماضي تصنع اللحوم النباتية فيما يعد سابقة في البلاد. الشركة تبيع البدائل الخالية من اللحوم من المنتجات التقليدية. للوهلة الأولى قد يبدو محل الجزارة هذا تقليديا جدا، لكن لحومه الطازجة خالية تماما من اللحم. دينيز الشركة المؤسسة في المشروع فخورة جدا بأن متجرها هو أول ملحمة نباتية في تركيا. نحن نعلم أن الناس يحبون ما يأكلونه ويريدون الحفاظ على المذاق المفضل. هدفنا الرئيس هو أن نجعل تناول وجبات شهية بضرر أقل. نحن نبحث عن الاستدامة ليس فقط للنباتيين ولكن لكل الناس. الملحمة التي تحمل شعارا كلنا متساوون تحت الشمس توفر للزبائن بديلا صحيا عن اللحوم دون التضحية بالذوق. تحضر دينيس وزملاؤها حوالي 80% من المنتجات بأنفسهم. من الجيد أن نرى أن غير النباتيين أصبحوا أكثر اهتماما بالمنتجات، جربوها وقدموا لنا ملاحظات جميلة. نحن نتمنى الوصول إلى الجميع، ربما يصبحون أقل تحيزا تجاه النباتيين، لهذا كان من الرائع رؤية غير النباتيين يأتون ويجربون منتجاتنا ويحبونها. متجر اللحوم يبيع حوالي 26 نوعاً مختلفاً من المنتجات النباتية، إلا أن وجبتي التنتون واللحم بالعجين ببديليهما النباتي تعدان الأشهر. لقد جربت لحم البقر المشوي واللحم بالعجين والتنتوني، لم يكن التنتوني مخيبا للظنون، لكن طعم اللحم بالعجين كان جيدا جدا كالذي آكله في أنطاكيا. اللحوم النباتية المباعة في المحل مصنوعة من الحمص وفول الصويا وجلوتين القمح، بالإضافة إلى توابل خاصة لإضافة النكهة. صيحة جديدة توفر بدائل صحية في بلد يتزايد فيه عدد النباتيين بالرغم من السمعة العالمية لثقافة اللحوم في تركيا. الآن إلى وقفتنا الأسبوعية مع شباك الخير بصحبة دينا طارق. مساء النور دينا.
مساء النور نادين ومساء النور مشاهدينا. في محاولة لمساعدتهم على التعافي يقوم أمين قير إمام أحد المساجد في مدينة إسطنبول التركية بمد يد العون لمدمني المخدرات، إذ قام على مدار 15 عاما بمساعدتهم على التخلص من الإدمان وإصلاح علاقتهم بعائلتهم. وبعد أن انتشر اسم المسجد في المنطقة بسبب الخدمات التي يقدمها، بدأ أيضا تقديم الطعام والمأوى للمشردين. مسجد بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس يفتح أبوابه للمهاجرين والمشردين ويقدم لهم 3 وجبات يوميا، سعيا لحمايتهم من مخاطر الجوع وبرد الشتاء القارص. كانت إدارة المسجد قد نشرت إعلانات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيه استعداد المسجد لاستضافة أي شخص يقضي الليل بلا مأوى أو طعام. ويضم المسجد قسما للضيافة، كما قامت إدارة المسجد بوضع أسرة في جزء من القسم المخصص للصلاة لزيادة القدرة الاستيعابية للمسجد. ويقوم المسجد بتقديم وجبة عشاء مجانية لنحو 1000 شخص يوميا. وفي السودان، حيث أطلق عدد من الشباب مبادرة بعنوان بيتنا أخضر، والتي تهدف لتشجيع الأسر الفقيرة على الاعتماد على الزراعة في المنازل. وتقوم المبادرة بتوزيع بذور ومساعدة الأهالي على غرسها، وذلك لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال المساحات الفارغة أمام المنزل للزراعة. وتستهدف المبادرة الوصول إلى 500 عائلة في العاصمة السودانية الخرطوم. أطلق النشطاء من المجتمع المدني في محافظة حضرموت اليمنية مبادرة لإصلاح أثاث المدارس الحكومية القديمة بهدف المساعدة في تحسين حالة التعليم في البلاد، حيث لا يزال قطاع التعليم يعاني من تداعيات الحرب الدائرة في البلاد، فتوقفت على إثرها ميزانية المدارس الحكومية، وبات الأثاث المهمل والتالف يؤرق إدارات المدارس دون القدرة على صيانته وترميمه، مما انعكس سلبا على البيئة التعليمية في ظل غياب البدائل. هذه ليست أكوام خردة لا تصلح للاستخدام، لكنها مخلفات أثاث مدرسي طاله الإهمال منذ سنوات. من أجل رفع المعاناة عن طلاب مدينته، يعمل محمود عبدون بجهد مضاعف ضمن مبادرة لإعادة تأهيل الأثاث المدرسي المتهالك. أنا انخرطت في هذه المبادرة لأن مدارسنا في تريم يعني فيها أثاث متهالك جدا، أصبح الطالب يعاني من جلوسه في الأرض لأن الأثاث متهالك جدا جدا يعني. ولذلك أنا شفت هذا المشروع بصراحة يعني فيه فائدة للأولاد وللبلد ولكل شيء. المبادرة استطاعت منذ انطلاقها إعادة إصلاح نحو 2000 كرسي جمعت من مدارس متعددة في محافظة حضرموت اليمنية. في هذه الورشة يتم إصلاح الطاولات، بينما تستبدل القطع التالفة وتطلى، ليستفيد منها ما يقارب 6000 طالب وطالبة كمرحلة أولى. مبادرة تأهيل الأثاث المدرسي استهدفنا من خلال المدارس القديمة بمحافظة حضرموت. ارتكزنا في هذه المبادرة على الاستفادة من القوى العاملة في المديريات، كذلك استفدنا من المساهمات المجتمعية في المجتمعات نفسها وفي المديريات. تلك المبادرة المجتمعية أشاد بها بعض المعلمين في المدارس واعتبروها إضافة للبيئة الدراسية. ونقلوا الأولاد من الوضعية اللي نعيش فيها، سواء أنه داخل في الأرض يالسين أو أنه في أميال غير صالحة وغير مؤهلة، تكون في بيئة صفية يتلقي فيها الدراسة وتلقي فيها العلم. وإذاهم الغير صحيح أن هذا المشروع لن يغطي المرحلة بشكل عام، ولكن غطى لنا جزء كبير جدا. آلاف المدارس الحكومية تفتقر إلى الحد الأدنى من التأثيث، حيث يتلقى معظم الطلاب دروسهم على الأرض، وباتت المدارس تعتمد بشكل رئيسي على المبادرة الاجتماعية بعد غياب الموازنات التعليمية
منذ ما يقارب 10 أعوام. تركة ثقيلة لسنوات من انعدام الموازنات التعليمية ألقت بظلالها على حال التعليم العام في اليمن، وعلى الرغم من إسهام مبادرات مجتمعية وتدخل منظمات المجتمع المدني، إلا أن مئات المدارس لا تزال تواجه أزمة في تأمين الأثاث وصيانة المرافق. عبد الله مؤمن، العربي، من حضرموت، شرقي اليمن. شكرا للمتابعة وعودة إليك نادين. بجهود منظمات خيرية كتلك التي بذلها فريق ملهم التطوعي، انتقلت عائلة سورية نازحة من السكن في خيام بالية في أحد المخيمات إلى مساكن إسمنتية تم بناؤها بأموال التبرعات في قرية نيارة على بعد 1 كيلومتر من أعزاز في ريف حلب الشمالي. يجمع النازح السوري عبد الله أغراضه لا ليعود إلى منزله الذي هجر منه قصرا، بل لينتقل إلى مخيم إسمنتي. طلعت من بيتي ونتيجة القصف العشوائي علينا، القصف الأسدي، لا حدا يأويني ولا حدا يعطيني أي شيء. طلعت من بيتي وحدة كانت تعمل، حدا كان يشربني، طلعت بركض تحت الزيتون. يشارك الابن أباه الابتسامة، فهو لن يلعب في الطين مجددا، وفي المكان الجديد حمام ومطبخ ومدفأة، لكنها لن تعوض دفء المنزل الذي هجر منه. وانتقلت لهون، الحمد لله الفضل لله، صار عندي هون بيت، وما هو أحسن من بيت اللي كنت بارك فيه، بس الفضل رب العالمين، بيت أواني أحسن من الخيمة. من المؤقت إلى المؤقت، عجلة الحياة تحاول أن تدور في المخيم. فاطمة وأولادها ينتقلون أيضا إلى خيمة إسمنت شيدتها أموال تبرعات. جيت لهون أفرق معي كتير الحمد لله رب العالمين، هون غير الحمد لله، يعني هون في بيت الحمد لله، يعني لا في طين لا في، كنت كل نهار أقع أنا وولادي ما يحسن يطلعوا يقضوا حاجتهم، كان طين طين كتير كتير، أولادي ما بشوفوا بالليل، حتى بالنهار ابني ما بشوف، عمره 21 سنة. الألم ما زال يحفر قلب فاطمة، حنينها لبيتها الذي لن تراه. خيم إسمنتية تخلق واقعا جديدا، تغزو الأشجار، تهدد لقمة السوريين، زيتونهم وزيتهم، لكنها ملاجئ يأمل ساكنوها أن يغادروها قريبا. بهذا نصل إلى ختام شبابيك لليوم، أشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي في الغد عند الساعة 4 بتوقيت غرينتش، 6 بتوقيت القدس. إلى اللقاء.